من جانبه هنأ سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة بمناسبة تأهل المنتخب المصري لكرة القدم لمونديال روسيا 2018. وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة في تصريح له بمناسبة تأهل المنتخب المصري إلى المونديال العالمي أن المنتخب المصري حظي باهتمام بالغ ورفيع من قبل القيادة المصرية والمسؤولين في اللجنة الأولمبية المصرية والاتحاد المصري لكرة القدم وحرصهم الموصول على توفير كافة الأسباب التي ضمنت للمنتخب المصري التأهل إلى كأس العالم عن جدارة واستحقاق. وأضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن الإنجاز الباهر الذي حققه المنتخب المصري بالوصول إلى المونديال العالمي يجسد عطاء وإخلاص لاعبي المنتخب وحرصهم على تشريف بلدهم جمهورية مصر العربية ورفع علمها عاليا بالإضافة إلى الجهود الطيبة التي بذلها أفراد الجهازين الفني والإداري على امتداد منافسات التصفيات عن قارة إفريقيا والمؤهلة لنهائية كأس العالم. وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عن ثقته الكاملة بقدرة المنتخب المصري على الظهور المشرف في الكأس العالمية وتحقيق النتائج الطيبة متمنيا للمنتخب المصري ولشقيقه المنتخب السعودي التوفيق والنجاح في المونديال العالمي.